نشرة السودان في دقيقة، أهلا بكم. ميليشيات مسلحة ترتدي زياً عسكرياً تهجم على عربة قادمة من محلية مورام لأداء واجب العزاء في المتوفين من حريق غريضة، تسبب في مقتل 7 أشخاص وجرح 3 آخرين، وطالب أهالي غريضة حكومة الولاية بفرض هيبة الدولة وحماية المدنيين. لجان مقاومة مورام بولاية جنوب دارفور تدخل في اعتصام مفتوح احتجاجاً على تردي الأوضاع التي تعيشها المنطقة، مهددين بإغلاق كافة مناجم الذهب والمحلية الإدارية في حال لم تتدخل السلطات لتحقيق مطالبهم، متوعدين باستمرار الاعتصام لمدة 14 يوماً. والي القضارف سليمان علي يعلن حالة الطوارئ الصحية بجميع أنحاء الولاية استناداً لتوصيات اللجنة الفنية للطوارئ الصحية، ويأتي القرار على خلفية تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثالثة، ويهدف لمنع تفشي المرض بشكل أكبر. القوات المسلحة السودانية تقوم بتسليم الحكومة الإثيوبية 61 أسيراً من منتسبي الجيش الفيدرالي الإثيوبي وقواته المختلفة بمعبر الجلابات الحدودي يوم أمس. وقال إعلام المجلس العسكري إن التسليم تم مباشرة وبحضور ممثلين من الجانبين. نهاية نشرة السودان في دقيقة، إلى اللقاء.